هلا يمكن كتار يتساءلوا اليوم انه بخضم كل اللي عم نعيشه، يعني أزمة نفايات ما عم تنتهي، أزمات كهرباء متتالية، مي، طرقات، اقتصاد وضعه صعب، بالإضافة للشلل السياسي شبه التام الحاصل، لانتخابات رئاسة الجمهورية، لا حكومة عم تشتغل، مجلس النيابي مشلول إلى آخره. يمكن البعض يستغربوا أنه بخضم كل هالصورة نحن مجتمعين اليوم تنستلم بطاقات. هو بالتحديد لأنه الصورة هيك نحن مجتمعين تنستلم بطاقات. المعادلة أنا بالنسبة لي كتير هينة، كتير بسيطة. الممارسة السياسية اللي صارت بلبنان من وقت الاستقلال لهلا هي وصلتنا للنتيجة والواقع اللي عم نعيشه هلا. منكفي بهالممارسة منضل بهالواقع. بدنا نطلع من هالواقع بدنا نغير الممارسات السابقة. طبعا مش هذا مجال نحكي عن كل الممارسات السابقة. بدي بس ركز على نقطتين أساسيين. أول نقطة، كل العالم بدأ الخلاص، بس الخلاص ما ممكن يجي إلا على إيد تكتلات سياسية كبيرة، يعني على إيد أحزاب، لأنه قد ما كان الواحد منا الفرد قد ما كان منيح وصالح وعنده أفكار، الواحد بمفرده ما فيه يعمل شيء، ما في يزبط قصة الأوتوستراديات بلبنان، ولا يحل مشكلة الكهرباء، ولا مشكلة النفايات، ولا انتخابات رئاسة الجمهورية، ولا وضع الحكومات المتعاقبة، ولا وضع مجلس النواب، ولا وضع الحدود. بدها قوى كبيرة، والقوى الكبيرة بدها تكون أحزاب. من هون أهمية التزامنا بالأحزاب. النقطة الثانية، ممارساتنا الانتخابية. نحن عنا حق انتخابي. وبلكن شغلة، إنه لبنان تقريباً الوحيد بدول المنطقة يلي الناس بالفعل فيه بتحدد طبيعة السلطة، وبالتالي نحن بإيدنا عم نحدد طبيعة السلطة اللي عم نشوفها يلي ممارساتها عم تعطينا الواقع اللي نحن فيه، لأنه هالممارسات ممارستنا لحقنا الانتخابي عم بتكون انطلاقا يا من علاقات شخصية، واحد منا بيصوت مع حدا لأنه صاحبه ناسي أنه هو هون مش عامل حفلة عرس أنه بده حدا يقدر يحل له مشكلة، أو عم بتكون انطلاقا من اعتبارات عائلية بصوت لابن عائلته، أو عشائرية لابن عائلته، ولا مجرد لابن ضيعته بغض النظر شو بيقدر يعمل ولا شو ما بيقدر يعمل، أو لاعتباراته. هيدي الأخطر وهي المنتشرة أكثر بلبنان، لاعتبارات زبائنية، إنه هيدا إجا عزاني، هيدا إجا هناني، هيدا وقف حدي، هيدا عزت عطاني. بيعزيك عزيه بس ما تعطيه صوتك، واللي بيهنيك هني بس ما تعطي صوتك، واللي بيعمل لك خدمة يعمل له خدمة بس ما تعطي صوتك، لأن الخدمة الصغيرة عم بيعطيك إياها هيدا عم بتسكر بوجهك الخدمة الكبيرة اللي أنت بحاجة إليها. اليوم وقت الواحد بيساعدك تدخل حدا من أفراد عائلتك تنفترض لا سمح الله على المستشفى، هيدا ما بقى فيك تطلب منه إنه يحرر لك البلد أو يعمل لك حدود أو يعمل لك انتخابات رئاسي أو يعمل لك أوتوستراد أو يخلصك من عجقة السير. وبالتالي كتير مهم نغير بكل هالممارسات مشان نقدر نوصل على واقع أفضل. نحن اليوم مجتمعين هون لبل أكتر وأكتر رح نسرع بتسليم وتسلم البطاقات، لأنه بأمس الحاجة لعملية تغيير كبيرة بلبنان. بتوقف شوي عند مشاكلنا الحالية، مشكلة النفايات منا مشكلة مستحيلة، وفي خطة موجودة خصوصا المرحلة الآنية من هالخطة هيدي. كل المطلوب هي خطة الوزير الشايب، كل المطلوب انه الحكومة تتصرف كحكومة، الحكومة تتصرف كسلطة. هي وين قناعتها؟ وين بتلاقي لازم يكون في مكبات بتحط الخطة وبتروح بتنفذها؟ الحكومة يا اخوان منا مختار، مع كل احترام للمختير، المختار عليه يعمل هيك، بس الحكومة والسلطة ما فيها تعمل هيك. شو قناعتها؟ شو لازم تعمل مشان الناس؟ بتروح وبتعمله، مش بتسأل يمين وشمال وبتروح وبتطلع وبتنزل، والنفايات صار لها على الطرقات مكدسة من 3.5 أشهر لهلأ. بما يتعلق بالمشكلة العامة اللي عم نعيشها ما بيحلها يعني حبة أسبرو من هون ولا حبة بنادول من هون، ما بيحلها إلا انتخاب رئيس جمهورية. مشان هيك لازم ننزل كلنا على المجلس النيابي ننتخب رئيس جمهورية جديد، لأنه مع رئيس جمهورية جديد بصير في حكومة جديدة،
مع حكومة جديدة، إذا ما كان صار في قانون انتخابات بصير في قانون انتخابات جديد، انتخابات نيابية جديدة، إذا الله راد مجلس نيابي جديد، من هونيك ورايح مفترض تستقيم الحياة السياسية بلبنان. بما يتعلق بالجلسة التشريعية اللي عم ينحكى عنها، نحن مع تشريع الضرورة، مع أنه الدستور واضح لهذه الجهة بالمواد 74 و75، بس طبعا في ضرورات بعد الأوقات. بس إذا نحن مع تشريع الضرورة، نحن مع التشريع كل الضرورة، مش جزء من الضرورة بشكل انتقائي. براس هالضرورة وجع ميثاقي صرنا عم نعيشه عشرات من السنين، يتمثل بقانون انتخابات جديد وبقانون استعادة الجنسية. مش هناك نحن مستعدين ننزل على جلسة تشريع ضرورة وقت اللي بيكون فيها عراس جدول أعمالها قانون انتخابات جديد وقانون استعادة الجنسية. بوصل على علي اللي عرفتها عن كسب بظروف صعبة ومأساوية، الكلمة الوحيدة اللي بقولها تنذكر وما تنعاد، علي عروس المصايف، علي عروس لبنان، وعلي يلي عراسنا كلنا سوا. انتو كرفاق بمنطقة علي مسؤوليتكم مضاعفة، رفاقنا بكل بقية المناطق عليهم مسؤولية واحدة محددة، انه يكونوا رفاق بكل معنى الكلمة، يقوموا بمهماتهم الحزبية. انتو بكل صراحة عندكم كل هالمهمات هيدي اللي عنده اياها حيالله حزبي اي حزب اخر، بس بالاضافة عليها عندكم مهمة اساسية، هي انه برموش عيونكم تحافظوا على العيش المشترك. معادلة من جديد بسيطة، الجبل بخير لبنان بخير، الجبل مش بخير لبنان مش بخير. طبعا بمنطقة علي في كتير امور بدها ترتيب، بس فيني قلكم بالاجواء السائدة هلا كله بيترتب، بس للأسف الحياة السياسية كلها مشلولة. الأمور بمنطقة علي ما عم تترتب، مش لأنه الفرقاء الموجودين والأحزاب بمنطقة علي ما بدهم يرتبوها، بس لأنه الحياة السياسية كلها مشلولة. أنا بتأمل مع عودة الحياة الطبيعية للحياة السياسية بلبنان كثير من الأمور اللي عم تتشكل منهم منطقة علي أنها تترتب، ورح تترتب. كل الموجودين بهالقاعة وقوات من قديم وجاي، طبعا مش جايين اليوم لهون انتو تتصيروا قوات، انتو قوات من زمان، بس جايين مشان تنرتب اوضاعنا الادارية لا اكتر ولا اقل. النقطة الاساسية اللي بدي ركز عليها، بدي اتمنى عليكم، لبل بدي اطلب منكم بحكم مسؤولياتي، انو تقدروا قيمة البطاقة اللي راح تستلموها. هيدي يا اخوان منا لا بطاقة ائتمان ولا بطاقة مثل أي بطاقة أخرى. إذا بدكم تعرفوا شو فيها هالبطاقة، شفتوا 5 دقايق من يلي مرق أو 10 دقايق كيف بالحري، يعني لو في وقت وتشوفوا التاريخ اللي مرقت فيه القوات ككل، فيكم تقدروا شو بتختزن هالبطاقة، شو بتختزن هالبطاقة من معاني، من قيم، من تضحيات، من شهداء. صراحة الواحد منا يعني بيكون خاطئ كتير كبير إذا ما بيتصرف بهالبطاقة انطلاقا من يلي بتختزنه من تاريخ بكامله. منا بطاقة حزبية بالمعنى البسيط للكلمة أو بالمعنى الحزبي الضيق للكلمة، هيدي بطاقة تاريخ، هيدي بطاقة شهادة، هيدي بطاقة إيمان، هي بطاقة شعب بكامله. يمكن البعض يعترفوا ولا ما يعترفوا بهيك، بس شئنا أم أبينا هيدا تاريخ مجتمع بكامله، هالبطاقة بتختزن هالمعاني كلها سوا. مشان هيك أقل الإيمان إنه كل واحد منا يتصرف بهالبطاقة انطلاقاً من كل شيء بتختزنه. وبالأخص اليوم بدي ركز على نقطة صغيرة أساسية، أهم شيء الاستقامة والأخلاق ونظافة الكف. أنتوا فيكم تمشوا بالطريق من بين القلائل، يمكن وللأسف أنا بتمنى إنه كل المحاسبين بلبنان يكونوا يقدروا يعملوا هيك من كل الأحزاب، بس أنتوا فيكم تمشوا بالطريق راسكم مرفوع، لأنه حزبكم ولا بأي مكان من الأمكنة فيه نقطة صغيرة سوداء على توب أبيض، كله توب أبيض بدون أي نقطة صغيرة عليه سوداء، ولا أي فساد، ولا أي تعاطي بأي أمر فاسد، ولا أي دخول بأي مناقصات مفاوضات بأي صفقات مثل اللي كانت عم بتصير. وبالتالي أقله أنه تقدروا تعكسوا أنتو،
يلي عملوه المسؤولين من نواب ووزراء من حزبكم تعكسوه بتصرفاتكم كل يوم على الأرض. حرام أي واحد منا حتى بأقل شغلي بضيعة ولا بحي يعكس غير هيك. تصرفات الحزب من 35 سنة لهلا كانت بيضة ناصعة، واليوم بالذات وقد ما تأخر الوقت تشوف كيف عطول ما بيصح إلا الصحيح، كل العالم تشهد بذلك. هيك تصرفاتنا بدهم يكونوا ناصعين بيض بالضيع والأحياء تا على مستوى الأرض نعكس يلي كان عم بصير على مستوى الإيادة. وبالأخير صحيح أنكم كنتم كل الوقت قوات، لكنكم اليوم تتعمدون قوات. شو يعني قوات؟ يعني الإيد اللي دايما بتعمر ويلي وقت الخطر قوات.